بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا وإياكم. وأهلا وسهلا بهذه الوجوه الطيبة التي إن شاء الله اجتمعت على الخير في بيت من بيوت الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أن يتقبلنا من عباده الصالحين وأن يدخلنا في رحمته إنه هو أرحم الراحمين. وبارك الله في أهل هذه المدينة كلهم وفي الحضور خاصة. ولا غرو إذا كانت سوسة لها هذا الحجم وهذا الزخم من الكرم والاعتناء بالعلم، فإن ذلك ليس عليها بغريب. فكما قيل بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه به فما ظلم. فأسأل الله بفضله ورحمته أن يخرج من هذا الجيل ومن الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى خير سلف، خير خلف لخير سلف، حتى يقول القائل ما أشبه الليلة بالبارحة، وحتى يعود المجد إلى هذه البلاد كما كانت، يعود حاضرها كماضيها. إن تاريخ هذه البلاد له تاريخ عظيم، وللأسف الشديد كثير من الشباب لا يعلم حجم المسؤولية ولا عظم التاريخ الذي ورثه عن أجداده. تعلمون أنه من هذه البلاد فتحت الأندلس، أو كان المدد الإسلامي لفتح الأندلس، ومن هذه البلاد أيضا فتحت صقلية، فعاقب على فتح صقلية عبيد الله بن حبحاب وأسد بن الفرات، وكان لأسد هنا رباط في سوسة. وتاريخ هذه البلاد مجيد، فنتمنى على الله بل نرجوه ونسأله ونتوسل عليه، نتوسل إليه بما يحب أن يتوسل إليه به، أن يعيد ذلك المجد، وأن يعودها، أن يكون هذا الجيل خير خلف لخير سلف، حتى يقول القائل إن شهاب الدين من أخيه، وحتى يقال ما أشبه الليلة بالبارحة، وحتى إذا أنشد المنشد هل غادر الشعراء من متردم، فيكون إنشاده في محله. من الناحية أول مادة ندرسها إن شاء الله في هذا المعهد الذي هو معهد الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى هي مادة علوم القرآن الكريم، وهذا خير ما يفتتح به، إذ أن علوم القرآن الكريم هي بحر زاخر فيه المعارف كلها، فكل العلوم هي جزء من القرآن الكريم ومن علوم القرآن الكريم. وسيأتي القرآن يوم القيامة وبقي من تفسيره ومن معانيه ما لم يطلع عليه أحد. فالقرآن الكريم بحر زاخر، وعلومه من أهم ما يعتني به طالب العلم. وإننا في هيئة التدريس في معهد الإمام مالك بن أنس إذ نهنئكم باختياركم الطريق الصحيح، فننبهكم إلى ما يلي: أولاً، أن تخلصوا النية في بداية الطلب، وهنا مربط فرس، وكما يقال شرط النهايات
تصحيح البدايات. فمن الآن صحح النية وليسأل كل منكم نفسه لما أدرس العلم وما هو الهدف والغاية. هل الهدف هو مجادلة السفهاء ومجادلة العلماء ومماراة السفهاء أو نيل الحظوة عند الناس أو الجاه؟ فإذا كان الهدف أحد هذه فإن السعي والعياذ بالله سعي مردود وسعي خاسر وسعي غير مشكور نعوذ بالله من ذلك. وإذا كان الهدف من تعلم العلم هو العمل به وتبليغه للناس والمساهمة في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ووراثة دينه إذ العلماء ورثة الأنبياء، فيكون السعي مشكورا ونرجو أن يكون الذنب مغفورا أيضا. فالنية هي أساس العمل، مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في البداية أخلص النية، تكون النية هي مرضاة الله عز وجل وليس أي شيء غير ذلك. فالإخلاص الإخلاص، فالناس بحسب نياتهم، فالأعمال بالنيات. وأيضا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقط، بل قال بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مشعر بتفاوت الناس في الأجر بحسب تفاوت نياتهم. فالناس أحيانا يكونون في عمل الخير وهم في الظاهر في مجلس واحد أو في مكان واحد، ولكنهم في النهاية متفاوتون في الأجر بحسب النيات. وأيضا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل يرى مكانه، الرجل يقاتل شجاعة وحمية، فمن في سبيل الله؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنكم المظاهر العامة، فالأساس هو ما بينك وبين ربك، وكل إنسان يحشر إلى الله ويقف بين يدي الله وحده، كما قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلتعتني يا طالب العلم بنفسك وتبحث عما ينجيك بين يدي الله عز وجل وما لا يخزيك إن وضعت في قبرك. إذا وضعت قطعة وحيدة في قبرك فاحرص من الآن على ما ينفعك. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص، وأن تكون أعمالنا كلها لوجه الله لا ذرة فيها لغير الله. ما بالنسبة لمادة علوم القرآن الكريم فسوف أعطيكم نبذة في البداية، أشرح لكم فيها شرحا خفيفا ميسرا مبسطا مقتضبا عن مفهوم علوم القرآن، ثم بعد ذلك أملي عليكم. هذا الشرح هو تفسير فقط قبل أن أملي عليكم ما تكتبونه، يعني أختصره حتى أشرح وحتى أفهم الحاضرين ما هي علوم القرآن وما هو مجال اختصاصها وما يتألف. فأقول الله المستعان إن علوم القرآن الكريم كما هو واضح من المدلول له علوم والقرآن، فهو مركب إضافي كما يقال. فالقرآن مضاف إليه والعلوم مضافة، هي علوم القرآن الكريم. وقبل الدخول في الحديث عن علوم القرآن الكريم لا بد من تعريف هذا المركب الإضافي بمعنى تعريف كلمة علوم وتعريف القرآن. فنبدأ بكلمة قرآن، وإن كانت كلمة علوم هي الأولى في التركيب لكن العبرة بالمسند إليه وليس بالمسند، أو بالمضاف إليه، بالمسند إليه عند أهل البلاغة أو بالمضاف إليه عند أهل النحو. العلوم متداخلة كما يقال، المسند والمسند إليه عند أهل البلاغة بنفس المرتبة تقريبا، لكنها تسمى عند أهل النحو بالعمد. العمد عند أهل النحو هي قريبة من المسند المسند إليه في البلاغة، وهي أيضا عند أهل المنطق غير بعيدة من الموضوع والمحمول في الجمل الحملية، ومن المقدم والتالي في القضايا الشرطية. المهم أن علوم القرآن الكريم، كلمة قرآن، هذه كلمة قرآن
اختلف الناس في اشتقاق كلمة القرآن، هل هي مشتقة أو جامدة، وهل هي مهموزة أو غير مهموزة، بمعنى هل هو القرآن بغير همس أو القرآن بالهمس. وعلى ذلك أيضا هناك اختلاف آخر سنذكر بعض مذاهب أهل العلم في ذلك. ومن جهة أخرى اختلفوا هل هي مشتقة من مادة قرأ أو أصلا هل هي مشتقة أو جامدة، بمعنى هل هي مشتقة من فعل أو مصدر بناء على أن الفعل هو الأصل كما هو مذهب الكوفيين، أو مصدر بناء على أن المصدر هو الأصل كما هو مذهب البصريين أو البصريين، كل ذلك لا بأس به. فالعلماء اختلفوا فيها اختلافا من جهتين، الجهة الأولى هل هي مشتقة، هل هي مشتقة أو جامدة أصلا، وعلى افتراض أنها مشتقة فمما اشتقت، فممن ذهب إلى أنها غير مهموزة أصلا، أنها كلمة قرآن، قرآن تسمى القرآن، يسمى القرآن بغير همس أو القرآن بالهمس. فممن ذهب إلى أنه غير مهموس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيقول إن كلمة القرآن غير مهموس وغير مشتق، الشافعي عنده أنه غير مهموس وغير مشتق، بل هو اسم جامد علم على كتاب الله عز وجل، يرى أن القرآن إن اسمه القرآن القرآن. قد يستغرب بعضكم في بعض الألفاظ ولكني سأشرح لهم إن شاء الله، وفي نهاية الدرس أعطي فرصة للأسئلة إن شاء الله تعالى، لكن نركز على الأسئلة المتعلقة بالدرس أولا، ثم إذا بقي وقت فيكون الأسئلة الخارجة عن الدرس. فالشافعي كما قلنا رحمه الله تعالى يرى أن كلمة القرآن غير مهموزة وغير مشتقة بل جامدة، وهي علم على كتاب الله عز وجل. وممن يرى أنها غير مهموزة لكن يختلف معه، يتفق معه في أنها غير مهموزة لكن يختلف معه في اشتقاقها وجمودها، بل يرى أنها مشتقة. هناك بعض العلماء، علماء اللغة كالفراء يحيى الفراء العالم الكوفي المشهور، عالم النحو المشهور أبو زكريا الفراء المتوفي 200، المتوفى سنة 700 للهجرة، سنة 700 للهجرة، الفراء عالم الكوفة الذي عنده معاني القرآن، عنده تفسير للقرآن، نفس الاسم الذي عنده تفسير اسمه معاني القرآن، كما عند الأخفش أيضا تفسير آخر اسمه معاني القرآن بنفس الاسم، والأخفش بصري والفراء كوفي، وهما متقاربان في الوقت في المدة الزمنية. الفراء يحيى حبن زياد توفى 700، توفي عام 700 للهجرة، بينما توفي الأخفش، ونريد به الأخفش الأوسط، هناك ثلاثة في التاريخ في النحو متقارب كلهم اسمه الأخفش، بل أربعة أحدهم متأخر جدا، لكن الثلاثة المشهورين الأخفش عندما يطلق المراد به الأخفش الأوسط تلميذ سيبوي الذي توفي سنة 1520، الأخفش عنده أيضا معاني القرآن، لكن نحن لا نتحدث عن الفراء. الفراء يقول إن كلمة قرآن، الأخفش الأوسط اسمه سعيد بن مسعدة، اسمه سعيد بن مسعدة متوفي 215، وهو من تلاميذ، هناك الأخفش الأكبر والأخفش الأصغر، وهو يسمى الأخفش الأوسط وهو الذي عنده معاني القرآن، وعند الفراء معاني القرآن أيضا. والفراء يقول إن كلمة قرآن، إنها كلمة قرآن غير مهموزة، يتفق مع الشافعي في أنها غير مهموزة لكن يختلف مع الشافعي في أنها مشتقة، الشافعي يرى أنها غير مشتقة أنها جامدة، والفراء يرى أنها مشتقة وغير مهموزة، يتفق مع الشافعي في أنها غير مهموزة ولكنها مشتقة. والذين قالوا بأنها مشتقة أيضا اختلفوا في معنى اشتقاقها، وكذلك أيضا ممن يرى أنها غير مهموزة أبو الحسن الأشعري أيضا يرى أنها غير مهموزة، يقول إنها كلمة قرآن غير مهموزة ولكن يقول إنها مشتقة، وغير هؤلاء كثير يرون أنها
غير مهموزة ووافقهم في هذا كثير من الناس، لكنهم يختلفون في الاشتقاق وعدمه. فالشافعي يرى أنها غير مهموزة وغير مشتقة، والآخرون يرون أنها غير مهموزة لكنها مشتقة، فهمت؟ ولكن اختلفوا أيضا في اشتقاقها، هل هي مشتقة من قرأ بناء على أن الفعل هو الأصل، أو هي مشتقة من قرينة جمع قرائن التي جمعها قرائن، وهي مشتقة من قرأ أيضا لكن بمعنى ضم، وقالوا قرأ الشيء أو قرن، أو هي مشتقة من قرأ بمعنى ضم أو قرن بمعنى ضم أيضا. هناك آراء القائلون بالاشتقاق، بعضهم قال هي مشتقة من قرأ بمعنى جمع الشيء إلى شيء، وهناك من يقول قرأ بمعنى تلا، أنها مشتقة من قرأ ولكن بمعنى تلا، وهناك من يقول هي مشتقة من قرن، أي قرن الشيء بالشيء كأنه ضمه إليه كما تضم السورة إلى السورة. وهناك آراء بالاستسال تحدث عن هذا إن شاء الله، سأملي عليكم ستكتبون ملخصا عن هذا كله إن شاء الله، لأن أريد أن أفهمكم فقط يعني. نعم، هذا بالنسبة لكلمة القرآن. وهناك يعني من اشتقاقات مادة قرأ، يقال قرأت المرأة وأقرأت، قرأت بمعنى حاضت، وأقرأت إذا بلغت المحيض، يعني أقرأت الجارية إذا بلغت المحيض، وقرأت المرأة أي حاضت. وهنالك أيضا له القراء، كلمة القراء كثير من الناس يستخدم هذه القراء القرآن مثل الكريم، وهذا ليس هو الاستخدام الأصلي لها. فكلمة القراء في اللغة معناه الرجل، هي مفرد وليس الجمع. هذا أظن أن قد يكون غالب الحاضرين أو بعض الحاضرين لم يسمع بهذا، أو قد يستنكره في بداية في أول وهلة، لكن كلمة القراء هي في الأصل ليست جمع لكلمة قارئ، فقارئ مفرد قارئ جمعه قرأة، قرأة قرأة هو قارئ والجمع قرأة. والقراء ليست بجمعه، ليست بجمع قارئ، وإنما القراء هي مفرد في الأصل ليست جمع. يقال القراء للرجل المتنسك، كما قال الشاعر بيضاء تصطاد الغوية وتستلي بالحسن قلب المسلمين قرائي، أي المسلم المتنسك. القراء في الأصل هو الرجل المتنسك يعني. سنتحدث عن هذا إن شاء الله، وسنذكر بعض المصطلحات يعني بعض الإطلاقات له. قرأ كما ذكرها الإمام الجوهري أبو نصر في كتابه الصحاح، الصحاح الجوهري، هذا كتاب معروف في اللغة، ألفه أبو نصر الجوهري الذي توفي عام 393، وهو أول من حاول الطيران كما يقال، وهو الذي يعني دائما يستطرد عليه فيروز أبادي في كتابه القاموس، وكتاب فيروز أبادي القاموس في اللغة جمعهم 60 كتابا، وأحيانا دائما يخطئ الجوهري ويتعدى، ولكن هو لولا من دولة الجوهري لما عرف الناس كيف يضعون القواميس، أو على الأقل استفاد منه من بعده استفادة كبيرة في وضعه. يقال أنه توفي عند محاولته الطيران، يقال وفيه روايات أخرى أنه لما أسس الصحاح أسسه على الترتيب الذي هو به الآن، بلغ به الفرح من صعد على داره، فقفز من أعلى فمات، فدقت رقبته فمات يعني. وبعض يقول أنه كان يحاول الطيران، المهم قال أنه أول من حاول الطيران، أنه حاول الطيران قبل عباس بن فرناس. المهم سنذكر ما ذكره أو جملة ما ذكره الجوهري في مادة قراءة. إذن هذا بالنسبة للقرآن، مادة القرآن. أما علوم فهي جمع كلمة علم، العلم يجمع على علوم، والعلم في اللغة هو ضد الجهل أو ضد المجهول، وفي الاصطلاح يعني له تعريفات كثيرة. الإمام الغزالي لما عرف العلم أورد له تعريفات، ثم إنه لم يرتضي، كلما أورد تعريفا لم يرتضي، ثم بعد ذلك قال العلم أشهر
يأتي بالتعريف ثم ينتقدك، ثم بعد ذلك قال العلم أشهر من أن يعرف، وتركه ومظاهر. فهو في تعريفات وانكشاف المعلوم على ما هو عليه، وقيل أن هذا يؤدي إلى الدور لأن المعلوم ما هو المعلوم، أو إذا قيل هو انكشاف الشيء على ما هو عليه ومعرفة الشيء على ما هو عليه. سنذكر إن شاء الله التعريفات لبعض التعريفات للعلم. فالعلوم جمع علم، وبعضهم يفرق، بعض الناس يفرق بين العلم والفن. فبعض يقول العلم مثلا، العلم هناك فرق بين العلوم والفنون. فالفن هو ما لا يصح التأكد منه من صحته 100%، والعلم هو ما يصح التأكد منه 100%. بعض الناس يفرق بين العلم والفن أو العلوم والفنون، فيفرق في هذا يعني، فيقول فن المنطق مثلا أن المنطق المفروض أن يتأكد من صحته 100%، ويقولون فن النحو، فن النحوي أو فن الأدب، ويقولون علم فن البلاغة، ويقول مثلا علم الحساب أو علم الرياضيات أو علم الهندسة، العلوم التي يعني يمكن التأكد منها. هذا تفريق عند بعض المتأخرين بين العلم والفن، وبعض الناس يرى أن ذلك متقارب في الإطلاق. لكن بعض الناس، بعض أهل العلم يرى أن التفريق كائن في أن الفن يطلق على قريب من مثلا يمكن نطلق عليه ما يسمى بالعلوم الإنسانية، المسائل أو العلوم الأدبية، المسائل التي لا يمكن التأكد من صحتها 100%، بمعنى أنه ليس هنالك ضابط ولا معيار ولا قانون دقيق يمكن التأكد به من صحة هذه المادة أو هذه المعلومة، فهذا يسمونه فن. وأما إذا كان هنالك ضابط كما هو في الحساب والرياضيات فيسمون هذا علما، لأنه يمكن التأكد من صحة ذلك 100%. والقرآن مهما يكون يعني، فإن الجمهور يطلقون القرآن على كتاب الله عز وجل ويعتبرونه مشتقا من القراءة، وسنذكر مذهب الجمهور لأنه هو الأساس، وذكرنا مذهب الشافعي والفراء وغيرهم يعني. لكن الجمهور يعتبرونه مهموزا ويعتبر أنه مشتق من مادة قرأة، ولكن اختلفوا أيضا في معناها، سنذكر ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله بعد قليل. وهذا القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هو الفصل ليس بالهزل، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا. لا، هذه كلمات صحيحة لا أنسبها إلى الحارث الأعور في حديثه الذي رواه عن علي، لأن الحارث الأعور كما يعلم كثير منكم هو ضعيف بل اتهم بالكذب، لكن المعنى صحيح أن كتاب الله عز وجل هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، والذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا. ويكفي أن من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ليس في الدنيا شيء إلا في كتاب الله عز وجل. وحتى لو فسرنا الكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو فسرنا بأن الكتاب هو اللوح المحفوظ، فهناك ما يدل من النصوص الأخرى على أن القرآن فيه كل الخير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى جعل الخير كله في كتاب الله عز وجل. وهنا لا بأس أن نستطرد بعض الملاحظات حول شمول القرآن. القرآن كتاب شامل، لكنه ليس كتابا متخصصا مثلا في العلوم الطبيعية ولا في الرياضيات ولا في الهندسة ولا في الفيزياء، لكن فيه قوام هذه الأمور، العلوم وأساسها وأصولها وأسسها التي بنيت عليها، وفيه إيحاءات وإشارات إلى كل العلوم أهل الأرض، ما حضر منها وما علمناه في زمننا وما لم نعلم وما سيأتي وما لن يأتي. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، فيعلم ما لا يكون، حتى ما لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد سئل أهل السنة الجماعة عن دليلهم على أن الله سبحانه وتعالى كيف، قلت إن الله يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون، فاستدلوا على ذلك بآيات، ومنها قوله تعالى في حكاية عن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه ورحمته التي كتبها على نفسه. قالوا دليلنا على ذلك قوله تعالى حكاية عن أهل النار أعاذنا الله منها بنور وجهه الكريم، أنهم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه،
أهل النار أعوذ بالله أنهم لو ردوا حتى قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أو نكذب ونكون كلاهما قراءة سبعية فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى حكم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وردهم لا يكون هم لن يردوا والله علم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون فعلم أنهم لن يردوا ولكن لو ردوا لعادوا فهذا لا يكون وعلم أنه لا يفعل فيعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون إلى غير ذلك من الآيات. فالمهم أن القرآن شامل لكل العلوم وفيه كل الخير وجماع الخير كله في كتاب الله عز وجل وقد ورد في القرآن كثير من ذلك من الإيحاءات بشمول القرآن وفي السنة والتأكيد على تعليم القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد ورد أيضا عند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك عند عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فكل العلوم في القرآن وحتى السنة متضمنة للقرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وفي الحديث عدة روايات. فسمعت امرأة من بني أسد ذلك فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت سمعت أنك قلت كيف لعنت كيت وكيف. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة إنه ليس في كتاب الله لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد يعني ما بين دفتي المصحف. فقال فإن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت قالت لقد قرأته ما وجدته. قال أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنها يعني لعن الواشمات المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقال فاستدل على أنه في القرآن لأنه فيه بالقوة يعني ليس فيه بالفعل باللفظ لكنه فيه بالقوة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فهو يعني صار بالقوة كأنه في كتاب الله عز وجل. وكل شيء مذكور في القرآن الكريم. وهناك أيضا قصة وردت عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان بمكة وقال اسألوني عن أي شيء شئتم أذكره لكم في كتاب الله عز وجل. فقالوا أخبرنا عن قتل المحرم للزنبور يعني قتل المحرم للزنبور. الزنبور تعرفون الزنبور هو ذكر النحل قيل إنه ذكر النحل. فقال فساق بسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة وساق السند لعربي بن خراش عن حذيفة بن يمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أولا قال ما قالوا أخبرنا من كتاب الله عز وجل. قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل جلاله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ساق سنده عن سفيان بن عيينة إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ثم ساق بسنده أيضا عن سفيان إلى عمر أنه أباح للمحرم قتل الزنبور. فقال هذا في كتاب الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع اقتداء أبي بكر وعمر وعمر أباح قتل الزنبور فكأنه في كتاب الله عز وجل وغير هذا كثير.
ومن ذلك ما ذكره السيوطي رحمة الله عليه في كتابه الإتقان عن ابن مجاهد. ابن مجاهد هذا أبو بكر بن مجاهد مسبع السبعة المعروف، يقال أنه هو أول من سبع السبعة، يعني أول من جمع القراء السبعة المعروفين الآن، قراء السبعة يعني نافع وابن كثير ونافع قارئ المدينة وابن كثير قارئ مكة. هذا يعني هنا نذكر القراء لا بأس أن نستطيع ذكر أسماء القراء لأننا ما دونا في علوم القرآن، فسنأتي على القراءات إن شاء الله ربما في وقت متأخر. لكن القراء السبعة يعني كان في المدينة نافع الإمام نافع، وكان في مكة عبد الله بن كثير كما قال الشاطبي: ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كاثر القوم معتلى، وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. عبد الله بن عامر كان في دمشق، وأبو عمرو البصري كان قارئ البصرة، والكوفة فيها ثلاثة، الكوفة هي المدينة الوحيدة التي جمعت ثلاثة من القراء السبعة، وبالكوفة الغراء من ثلاثة نداع فقد ضاعت سنن وقرنفلة، فعاصم وحمزة والكسائي. يعني المهم أبو بكر بن مجاهد هذا هو أول من سبع السبعة، أول من جمع السبعة في كتاب واحد. روى عنه السيوطي في الإتقان أنه قال مرة: إن كل شيء في كتاب الله عز وجل. فقالوا له: أخبرنا أين يوجد ذكر الخانات في كتاب الله عز وجل؟ والخانات هي الفنادق. فقال: توجد عند في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يعني فهو استشهد على أن هذا يدل على يعني جواز دخول الخانات يعني. فالمهم أن هناك كثيرا من والقرآن الكريم كما قلنا هو كتاب جامع فيه كل الخير. وسنمر بتعريف القرآن: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل إعجازي تعبدي. ونفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. وخصائص القرآن: هناك 10 مسائل و11 مسألة يختص بها القرآن، كتعينه في الصلاة وتسميته باسم القرآن، ويعني منع بيع المصحف عند بعض أهل العلم عند الإمام أحمد مثلا، وكرهه الشافعي وأجازه مالك للضرورة، والفروق التي سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. هذه مقدمة قليلة قصيرة حول تفسير تعريف بمادة علوم القرآن وأهمية معرفتها. أما علوم القرآن الآن في المصطلح العام فهي تشمل كثير من العلوم المترتبة على معرفتها: معرفة تفسير القرآن أو المساعدة في ذلك، هي علوم مساعدة. والعلوم كما قلنا العلوم دائما كل العلوم تنقسم إلى 3 أقسام تقريبا: علوم مقاصد كما يسمى بعلوم المقاصد، أو علوم مرادة لذاتها كعلوم القرآن والحديث، وعلوم الفقه وهي من وعلوم هي مكملة، يعني هي مكملة لهذه العلوم، بمعنى أنه لا يستغني عنها الباحث في هذه العلوم كعلم الأصول مثلا. وعلوم هي مكملة للمكمل، علم اللغة العربية مثلا الذي يريد أن يعرف القرآن الكريم والسنة النبوية لا بد له من أن يتضلع من معرفة لغة العرب، ولذلك من ليس كذلك لا يستطيع فهم القرآن ولا السنة فهما صحيحا. لذلك معرفة لغة العرب هذا علم مكمل للعلم الأصلي الذي هو القرآن والسنة. هناك علوم أساسية وعلوم مقاصد وعلوم مرادة لذاتها، كل ذلك بمعنى واحد. وهناك علوم مكملة لهذه العلوم، وهناك علوم مكملة للمكمل. هناك أيضا نستطيع أن نقسمها إلى ضروري وحاجي وتحسيني، كما ومكمل للثلاثة: الضرورات والحاجيات والتحسينيات، كما اعتمد الشاطبي ذلك في خطاب الشريعة في كتابه المقاصد عندما تحدث في الجزء الثاني من كتابه الموافقات. قسم يعني خطاب الشرع، وقسم هو كان يحاول أن يضع أقرب ما يمكن أن نسميه في عصرنا بين قوسين بكلمة فلسفة الشريعة مثلا، ما هي مقاصد الشريعة، على أن المقاصد فيها كلام كثير بين العلماء، وهي من علم ضروري جدا وأساسي، لكن أيضا لا بد من التضلع قبل ذلك من العلوم النافعة، وحتى لا ما هي معرفة المقاصد أساسية، لكن ليس معنى ذلك القضاء على المواصفات التي وضعها الإسلام
وضعت الشريعة بالعدد الظاهرة المنضبطة للأحكام. على كل حال هذا كلام يعني قد لا يكون وقته الآن، لأن نرجع إلى موضوعنا. كما قلنا سنذكر تعريف القرآن إن شاء الله في اللغة وتعريف القرآن في الاصطلاح، ونكتب إن شاء الله نبذة عن ذلك. فهيئوا الأقلام ونبدأ على بركة الله إن شاء الله. إن مادة بسم الله نكتب إن مادة علوم القرآن الكريم إن مادة علوم القرآن الكريم هي من العلوم الأساسية هي من العلوم الأساسية التي يحتاجها الباحث في علوم القرآن والمفسر الباحث في علوم القرآن والمفسر وحتى الأصولي. هناك بحوث مشتركة بين علم الأصول وعلوم القرآن، وكما قلنا فالمعرفة متداخلة، العلوم متداخلة، تجد أبوابا من العلم من علم معين في علم معين، تجد بحوث لغوية في الأصول وتجد بحوث منطقية في الأصول، يعني العلوم متداخلة كما يقال. نعم، إيش ملكتكم؟ وحتى الأصول، ذلك لأنها وثيقة الصلة أنها وثيقة الصلة وثيقة الصلة بمعرفة معاني القرآن الكريم معاني القرآن الكريم. ستجدون يعني إذا ضاعت كلمة أو شيء فارجعوا إلى السيت، ستجدون يعني الفيسبوك، ستجدون الدرس كاملا يعني، أو واحد يكتبه من زميله مش مشكلة كلمة يعني، لأن الوقت قليل جدا، ونحن وأنا سأعطيكم مجال للأسئلة حتى تشاركوا في الدرس من ناحية التربوية والمنهجية، لابد أن تشتركوا في الدرس يعني. نعم، ماذا؟ التي يترتب عليها فهم الخطاب الإلهي والتمييز بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وإذا أخذنا في تعريف هذا المركب الإضافي يعني علوم القرآن، بارك الله فيكم، حاولوا أن ننتظم في الصوت يعني. وإذا أخذنا كتبتم هذه الجملة مركب إضافي، نجد أن كلمة قرأ
هي أحد المصادر المحتملة لاشتقاق الكلمة. ليس معنى قولنا المصادر أن كلمة قرأ مصدر، كلمة قرأ فعل، لكن معناها المصادر المحتملة يعني أنها أحد المصادر المحتملة أن يكون كلمة القرآن مشتقة منها بناء على أن الفعل هو الأصل، وهذا مذهب الكوفة يعني، واضح؟ وبينما نجد احتمالا آخر أن أصل اشتقاقها من قرن، من قرن، وقد رأس السطر اكتبوا. وقد اختلف العلماء في لفظ القرآن هل هو مشتق مشتق بمعنى أنه مشتق من مصدر أو من فعل، أو جامد بمعنى أنه غير مشتق. والأسماء قسمان، إما مشتق وإما جامد. نعم، هل هو مشتق أو جامد؟ كما اختلفوا في كلمة القرآن، هل هو مهموز أو غير مهموز؟ هل هو القرآن مثلا القرآن بغير همز أو القرآن بالهمز؟ فممن ذهب إلى أنه غير مشتق وغير مهموز الإمام الشافعي، الذي يرى أن كلمة القرآن بدون همزة، القرآن بدون همزة هي علم على هذا الكتاب العزيز، علم جامد غير مشتق، جامد غير مشتق على هذا الكتاب العزيز، كما هي الحال بالنسبة للإنجيل وللتوراة، يعني أن الإنجيل يطلق على هذا الكتاب والتوراة تطلق على كتاب اليهود، فكذلك القرآن يطلق على كتاب المسلمين. واضح هذا؟ بارك الله فيكم، لا تتكلم عن الكلام، بارك الله. إذن ووافق الشافعية رحمه الله تعالى في عدم الهمز، يعني أنه غير مهموز، وافقه في هذا الأئمة يحيى بن زياد الديلمي والفراء، يعني يحيى بن زياد الديلمي بين قوسين أبو زكريا الفراء يعني هو الفراء، لكن اسمعوا، شرحت لكم وافقه على أنه غير مهموز، لكن لم يوافقوا على أنه غير مشتق، سنأتي إلى أن شرح لكم هذا يعني. كما وافقه الإمام الأشعري أيضا، أبو الحسن الأشعري هذا اللي تنسب إليه الطائفة الأشعرية، وهو قد مر بحياته على ثلاثة مذاهب كما يعلم كثير منكم، كان في الأول معتزليا، ثم جاء المرحلة الوسطى فأسس مذهب الأشعرية، ألف فيه كتاب
مقالات الإسلاميين، ثم جاء المرحلة الأخيرة التي رجع فيها إلى مذهب أهل السنة كما يقال في حياتي، وألف فيها كتاب الإبانة على أن هذا قد صححه كثير من أهل العلم، وهناك آراء أخرى. على كل حال اكتبوا الأشعري أيضا وافق الشافعي على أن كلمة قرآن، علمت كلمة قرآن غير مهموسة، لكن لم يوافقه أيضا في الاشتقاق. واضح الشافعي عنده رأيان في هذا، أنه غير مهموس وأنه غير مشتق. غير مهموس وافقه فيها كثير من العلماء وبعض من العلماء والجدة، وكونه مشتق وافقه فيها يعني لم يوافق غير كثير يعني. طيب نعم، رأس السطر بيد أن الفراء يعتبره مشتقا من القرائن، من القرائن جمع قرينة، يعني هو مشتق عنده من القرائن التي جمع قرينة، وذلك لأن آياته يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا، كأنها قرائن يعني تدل على، لأن آياته يشبه بعضها بعضا. رأس السطر وذهب آخرون ممن يرون أنه غير مهموس لكن يرون أنه مشتق، فهمت؟ وهذا كله ليس مذهب الجمهور، مذهب الجمهور سنتحدث عنه، واضح؟ وذهب آخرون إلى أنه مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، يعني هم قالوا القرآن غير مهموس ولكنه مشتق من كلمة قرن، واضح؟ قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، لأن بعض سوره يضم إلى بعض، يقرن إلى بعض، واضح؟ وذهب آخرون إلى أنه مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه، وهذا عندما نذكره إذا قلنا كلمة قرن وذكرنا فعلا فإننا نقصد بذلك مذهب الكوفيين دون أن نصححه. وأما نحن في مذهبنا فجمهور عندنا في النحو مذهب أهل البصرة. على كل حال لا مشاحة فيها، الكوفة يرون أن الفعل هو الأصل، والبصرة يرون أن المصدر هو الأصل. طيب بارك الله فيك، نعم نسيته، بارك الله فينا وفيك. بينما يرى جمهور العلماء أنه مشتق وأنه مهموس أنه مهموس، ومن ذلك قول أبي عبيدة هذا معمر بن المثنى المتوفى سنة 900، بينه وبين الفراء سنتين برك، توفى الفراء قبل بسنتين برك. معمر بن المثنى بينما يرى أبو عبيدة ومن هؤلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي قال سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور أي يضمها، قرآنا لأنه يجمع السور أي يضمها. وقد ذكر الصبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن، ما يؤيد الاشتقاق
على أنه لم تكن له حاجة كبيرة إلى الاستشهاد بآراء المستشرقين. هو استشهد بعض آراء المستشرقين في هذا، على أنه لم تكن به حاجة كبيرة إلى الاستشهاد بآراء المستشرقين. نقطة رأس السطر اكتب عنوان كبير: تعريف القرآن. تعريف القرآن. رأس السطر: ذكر الإمام إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري، متوفى 393 في كتابه الصحاح. هذا كان معروف، يعني كان إنسان ذكي جدا، وكان خطاط، كان خطه يذكر مع خط ابن مقلب، يعني كان خطه جميلا، وكان يعني إنسان بارد في كل شيء، في كثير من العلوم يعني. بارك الله فيك. هجري طبعا التاريخ هجري 393 قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الميلاد، يعني يعني هجري طبعا. نعم ايوه، هذا كتبته كتابه الصحاح. بحثا في مادة قرأ نقتطف منه بعض النقاط. نقتطف تفسير افتحوا قوس. هذا كلامه هو الجوهري. قرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. قرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا. وقرأت الكتاب كتابا مصدرها قراءة وقرآنا، كلاهما مصدر. قرأت الكتاب قراءة وقرآنا، الكتاب يقال قرأته قراءة وقرآنا يعني، فقط نقطة فاصلة. ويقال قرأ القرآن، يقال أقرأ القرآن، أقرأ القرآن فهو مقرئ. أقرأ القرآن الرباعي أفعل، أقرأ القرآن فهو مقرئ، والجمع قراءة. والجمع قراءة، مقرئ جمعه قرأ، واضح؟ يعني أقرأ المقرئ من أقرأ، رباعي أفعل مفعل. أكرم فهو مكرم، نعم فهو مقرئ، والجمع قراءة. وفعلة من صيغ يعني القياسي لجمع اسم الفاعل يعني، أو السبب المشبه يعني، ساحر وسحرة وكاهن وكهنة وغير ذلك، نسأل الله العافية. نعم نعم بارك الله فيكم. قارئ وقرأ، نعم. طيب لحظة، بارك الله فيكم عن الحديث. والقراء احفظوا هذه الكلمة، والقراء الرجل المتنسك. يعني كثير من الناس القراء لا نتوقع على القراء يعني جمع قارئ، هذا ليس هو القياس. قد يؤول إذا أردت أنه يعني مبالغة في القراء رجل قراء مثلا، لا مانع أن تقول، أو لا أدري لا أجد مانعا أن تقول قراء على هذا، لكن القراء في الأصل هي مفرد ليست جمع، هي الرجل المتنسك. هو الرجل المتنسك. وقد تقرأ أي تنسك، وقد تقرأ أي تنسك. والجمع القراءون. قال الفراء:
القراءون، القراءون جلب جمع مذكر السالم أو جمع واو ونون، ما جمع بواو ونون. نعم. قال الفراء: أنشدني أبو صدفة الدبيري، أنشدني أبو صدفة الدبيري بيضاء تصطاد الغوية وتستبي، شعر بيت يعني. أنشدني أبو صدفة الدبيري، نقطتين تفسير. رأس السطر: بيضاء تصطاد الغوية وتستبي، انتهى الشطر. بحسن قلب المسلم القراء، تستبي، انتهى الشطر. بحسن قلب المسلم القراء، أي المسلم المتنسك، أي الرجل المتنسك. نعم، واضح. بيضاء تصطاد الغوية، بيضاء تصطاد الغوية، لحظة، بيضاء بيضاء تصطاد الغوية وتستبي، وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء، يريد أنها تصطاد الغوية والصالحة والطالحة، يعني تصطاد الغوية ذاك، وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء، يعني بالحسن قلب المسلم القراء، بالحسن قلب المسلم القراء، القراء المتنسك هنا. بارك الله فيكم. عن الحديث، عن الحديث بارك الله فيكم، أي كلمة تتكلم بها أي واحد تشوش على الجميع يعني. نعم. وأقرأت المرأة حاضت فهي مقرئ، وأقرأت المرأة حاضت فهي مقرئ، وأقرأت أيضا طهرت، وقالوا يعني من الأضداد، وأقرأت طهرت. قال الأعشاء، قال الأعشاء نقطتي تفسير. الأعشاء، الأعشاء ميمون بن قيس شاعر يعني مشهور. الأعشاء والعش من الشعراء ذكرهم الفيروزابادي، زبادي ذكرهم 14 يعني، في 14 شاعر مشهور كلهم يسمى الأعشاء، لكن عندما نقول الأعشاء فقط يعني أعشاء ميمون بن قيس يعني في الغالب. نعم. أعشاء باهلة وأعشاء بني نهشل وأعشاء. نعم. قال الأعشاء: مورثة مالا وفي الأصل رفعة بما ضاع فيها من قروء نسائك. مورثة مالا وفي الأصل رفعة، انتهى الشطر. مورثة مالا وفي الأصل رفعة بما ضاع فيها من قروء نسائك. بما ضاع فيها من قروء نسائك. رأس السطر: وقال الأخفش، عرفنا الأخفش المراد به الأخفش الأوسط سعيد بن مسعد المتوفي 1500 صاحب معاني القرآن. وقال الأخفش، هذا تلميذ سيبويه يعني 215. وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، يعني بلغت المحيض. أقرأت، المفروض يقول أقرأت الجارية. أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض، أقرأت بالرباعي. فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف، قرأت حاضت، هذا رأي آخر. إذا حاضت قلت قرأت بلا ألف. بلا ألف، نعم. هذا من الناحية اللغوية. أما تعريف علوم القرآن، أما تعريف القرآن، أما تعريف القرآن اصطلاحا، رأس السطر اكتبوا: أما تعريف القرآن اصطلاحا فهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، لأجل الإعجاز وللتعبد، لأجل الإعجاز وللتعبد. رأس السطر اغلقوا القوس. فإذا أخذنا
في مخرجات هذا التعريف، في مخرجات هذا التعريف بمعنى ما يخرج عن هذا التعريف. فإذا أخذنا بمخرجات هذا التعريف فنجد أن كلمة لفظ، هو قلنا لفظ منزل، تخرج أنواع الوحي، أنواع الوحي الأخرى غير اللفظية، غير اللفظية كما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن رؤية الأنبياء وحي. أي بارك الله فيكم، لا أحد يعيد احفظه، لأن أي واحد يتكلم يشوش على الكثيرين يعني. نعم، فإذا قلنا كلمة لفظ يخرج بها ما ليس بلفظ من أنواع الوحي، يخرج بها ما ليس بلفظ، اكتبوا هذا، من أنواع الوحي كرؤية الأنبياء، رؤية الأنبياء وحي، وكنفث روح القدس في روع النبي صلى الله عليه وسلم، نفث روح القدس في روع النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي، وغير ذلك. فهذا من الوحي لكنه ليس، لا يسمى قرآنا، واضح، لفظ منزل وخرج بالمنزل أيضا، بالمنزل اللفظ خرج بها الأول يعني الرؤيا، والمنزل خرج بها ما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الوحي الأخرى. نحاول أن نتجاوز، أي واحد يتجاوز سطر أو كلمة ما يسأل شيء، ما يمكن يأخر، لأن لو أخر كل واحد يتجاوز كلمة نرجع معه ما نتجاوز شيء. هي كلمة يكتبها مع زميله أو بعدين يشوفها في الليل أو بعد نفتح مجال الأسئلة يسأله، لأن أي شيء أخرت ما أخر الجميع يعني، والوقت انتهى تقريبا، ما بقي شيء يعني، ونحن لم نكتب شيء منه. كم باقي من الوقت؟ ساعة كم الآن؟ خمس دقائق. يعني الشيخ بيجي بعد، عنده درس في الحديث، علوم الحديث. نعم، بارك الله فيكم، اكتبوا ايه ايش اي نعم. وكذلك خرج به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه ليس منزل لفظه، إنما منزل معناه، نزل عليه معنى، ولكن ينزل عليه اللفظ. أما القرآن فنزل عليه لفظه. وكذلك أيضا يخرج، بقيد الإعجاز الحديث القدسي والحديث النبوي، فليس فيهما إعجاز، يعني يستطيع أحد أن يأتي بمثل الحديث القدسي أو الحديث النبوي، ولكن لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. لو اجتمعت الإنس والجن، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. نعم، وخرج بقيد التعبد بتلاوته ما نسخ لفظه وبقي معناه كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية فنسخ لفظها وبقي معناها الرجم. هذا من قرأها فلا أجر له الآن، لأنه هي ليس يعني متعبدا بلفظها، ليس متعبدا بتلاوتها. أما القرآن فمن قرأ منه حرفا فالحسنة بعشر أمثالها. واضح هذا؟ نعم. ها؟ بقيد التعبد ما نسخ لفظه وبقي معناه كآية رجم الشيخين فقط، كآية رجم الشيخين إذا زنيا، كآية رجم الشيخين إذا زنيا. لا، رجم الشيخين إذا زنيا يعني مراد به الرجم، يعني لأنهم الشيخ والشيخة إذا زنا يجري البتة.
إذا كان يعني مراد به يعني إذا كان مراد به هي آية الرجم يعني، أما الجلد هذا لم ينسخ في آية أخرى يعني زاني وزاني زانية وزاني جلد كل واحد منهم تجلد. نعم ها نعم. المهم ماذا كتبتم؟ آخر شيء كتبته ما هو؟ أي رجم الشيخين. نعم نعم. إذا زنا يجلدهم البتة مكانا من الله والله عزيز. رأس السطر وهنا لا بأس، وهنا لا بأس أن نذكر أن نذكر بعض الفروق بعض الفروق الفروق بين القرآن والحديث، بين القرآن والحديث والحديث القدسي، بين القرآن من جهة والحديث والحديث القدسي من جهة أخرى، بين القرآن من جهة والحديث والحديث القدسي من جهة أخرى. فنذكر نقطة تفسير. واحد رأس السطر حطوا واحد، تكتبون أرقام متسلسلة. واحد التعبد بالتلاوة، يعني تلاوة القرآن متعبد بها، من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، لا أقول الإفلام من حرف وحسنة العشر أمثالها، فله حسنة وحسنة العشر أمثالها، لا أقول الإفلام من حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف ومن حرف. بينما إذا قرأت الحديث فالأجر في معنى وليس في على الحروف يعني على الطالب العلم، كذلك الحديث القدسي. التعبد بالتلاوة كتبنا واحد، هذا الفروق بين القرآن والحديث، لابد ما يفترق فيه القرآن والحديث تقريبا. اثنين التحدي، التحدي القرآن تحدى إنس والجن على أن يأتوا بمثله، قال لهم بأتوا بمثله، ثم لما عجزوا أن يأتوا بمثله تحداهم بعشر سور، ثم لما عجزوا قالوا عشر سور كثيرة تحداهم بسورة واحدة، فإذا قالوا سورة البقرة طويلة نقول فأتوا بمثل سورة الكوثر فسيعجزهم، لأن الله تعالى يقول فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، حتى يعني تحداهم بكل هذا يعني. نعم أي قلنا اثنين التحدي. ثلاثة تعينه في الصلاة، الصلاة مثلا الصلاة النافلة أو الفريضة لا بد أن تقرأ فيها القرآن، لا يكفي أن تقرأ فيها حديثا أو حديثا قدسي، تعينه في الصلاة هذا ما يفترق في القرآن والحديث، تعينه في الصلاة. بارك الله فيكم. أي تعينه في الصلاة يعني أنه في الصلاة لا بد أن تقرأ القرآن، لا يستطيع أن تقرأ شيئا غير القرآن في الصلاة، لو قرأت صحيح البخاري كله في الصلاة لا يزال كذلك، لا بد إلا يعني إلا إذا كان فيه من القرآن صحيح البخاري فيه القرآن، لكن المهم أنك لو قرأت صحيح البخاري الذي ليس فيه من تجاوزت ما فيه من القرآن لما يزال كذلك، لأن يعني الصلاة لا بد فيها من قراءة شيء من كتاب الله عز وجل. نعم إيش؟ الحكم بالكفر على من جحد منه كلمة أو آية، الحكم بالكفر على من جحد منه هي أربعة، كل ما قلتم شيء يكون فرقم جديد. الحكم بالكفر على من جحد آية منه أو كلمة، بينما من جحد حديثا يعني غير متواتر لا يكفر بذلك. الحكم بالكفر على من جحد آية منه أو كلمة، اختصاصه باسم القرآن، اختصاصه باسم القرآن، خمسة اختصاصه باسم القرآن، اختصاصه باسم القرآن. ستة الحفظ من التبديل والتغيير، يعني القرآن محفوظ ما حد ينجم يعني، بينما السنة يمكن واحد يكذب كذب كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحفظ من التبديل والتغيير، القرآن محفوظ ما نحن نزل الذكرى إنا له لحافظ. ستة ولا سبعة عندكم؟ سبعة تسمية جمله بالآية، تسمية جمله، الجملة من القرآن تسمى آية، والجملة من الحديث تسمى جملة أو فقرة،
تسمية جمله بالآي بالآي جمع آية تسمية جمله بالآي ثمانية ولا تسعة تسمية أي تسمية مجموع من مجموع الجمل بالسورة يعني إذا كانت سورة سميها كثير من الآيات تسميه سورة مجموعة من الآيات باسم سورة بينما يعني كثير من الأحاديث ما نسميه سورة واضح الرقم الذي بعده اشتراط الطهارة لدمس المصحف عند كثير من أهل العلم اشتراط الطهارة لدمس المصحف عند كثير من أهل العلم بينما لم يقل أحد من أهل العلم اشتراط الطهارة لمس كتاب الحديث مثلا ها؟ لا ليس في إجماع لا اشتراط الطهارة لمس المصحف عند كثير من أهل العلم الرقم الذي بعد عشرة منع تلاوته للجنب عند كثير من أهل العلم أيضا منع تلاوته للجنب عند كثير من أهل العلم أحداش منع بيعه عند الإمام أحمد لأن أحمد لا يجيز بيع المصحف منع بيعه عند الإمام أحمد وكرهه عند الشافعي بينما لم يقل أحد من العلم بكراهة بين الأئمة بكراهة بمنع بيع كتب الحديث منع بيعه عند الإمام أحمد وكراهته عند الشافعي غناش جواز نقله بالمعنى عدم جواز نقله بالمعنى عفوا عدم جواز نقله بالمعنى القرآن لا يجوز أن تنقله بالمعنى لا تقول مثلا الآية التي معناها كذا إما أن تحفظها وتسكت بينما الحديث تقول مثلا الحديث معناه كذا إلا في مستثنيات عند أهل العلم كحديث مثلا جوامع الكريم هذه أيضا قد لا يجوز نقلها بالمعنى نعم منع عدم جواز نقله بالمعنى كم الساعة الآن؟ ها؟ خمسة ونص زين الشيخ يأتيكم الآن إن شاء الله إذا كانت فيه أسئلة في الدرس نعطيه خمس دقائق لأن الشيخ ما أطل وقت كيف نعلم الشيخ أنه يأتي؟ نعم من الآية نزلت أنهم يجددونها في الجلد بعد وقت أصبح نسخة الرجم لا هي الآية الرجم تسمى آية الرجم يعني هي يقول كان فيما يقرأ من القرآن الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة أو فجلدوهما إن كان من الله الله عز وجل لكن المراد به الرجم فنسخ ولذلك قال عمر رضي الله عنه قصة مشهورة بارك الله فينا يعني لما خطب عمر فقال يعني انه يخشى ان الناس يقولون ما وجدنا الرجم في كتاب الله عز وجل حتى عند البخاري نسخ اللفظ فقط وبقي الحكم انواع النسخ كثيره سنتعرض لها عند النسخ هناك ما نسخ لفظه ومعناه وهناك ما نسخ لفظه وبقي معناه وهناك ما نسخ معناه وبقي لفظه انواع النسخ كثيره بارك الله فيكم عن الحديث بارك الله فينا أنتم طلاب علم واليوم إن شاء الله بدأتم مشروعا جديدا في حياتكم عليكم الحين مسؤولية كبيرة عليكم كل واحد منكم يضع على عاتقه أن إن شاء الله سيهدي الله به ليس أهل تونس فقط بل العالم كله إن شاء الله والإنسان لا بد الرجل لا بد له من همة عالية والإنسان بصفة عامة إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم وطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم إن الله يصلح بالرجل الواحد الفئام من الناس والإنسان الذي يعني لابد له من الهمة العالية يقول لا يستطيع يعني لابد من المؤمن هو صاحب راحلة الناس كئيبين مئة لا تكاد تجد فيها راحلة لابد للشخص من المؤمن التميز وأنتم الآن صرتم طلاب علم وتحملتم مسؤولية كبيرة ووضعتم أول قدم في طريق صعب ولكن إن شاء الله خيره كثير فشملوا وبارك الله فينا فيكم أخلص النية ولكم ذلك لوجه الله عز وجل سأل الله لنا ولكم الإخلاص بفضله ورحمته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون